تعالوا كده نروح لحاجة أيضا إنسانية، وحاجة يعني الحقيقة دايما بتتم كل فترة، وبيبقى في حرص من سيد الرئيس عليها كل فترة. بنلاحظ وبنشوف إنه في دايما لجنة العفو الرئاسي، واللجنة دي الحقيقة دايما بتقدم أخبار سارة ومبهجة. وآخر حاجة هو الإعلان عن خروج أول دفعة من الغارمين والغارمات من السجون، وده بإجمالي 175 حالة. وطبعا ده 75 حالة، وده بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية. وطبعا بيبقى دايما عارفين الحالات الموجودة، بيبقى في دراسة عن هذه الحالات ووضعهم إيه وبيعملوا إيه وممكن يحصل إيه. ودايما بيكون في اللجنة دي بتبقى مهمة علشان تقدر تساعد الغارمات. خلينا ناخد هذه المداخلة ونتعرف أكتر. النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، مساء الخير. مساء النور استاذة شبكي، تحياتي لحضرتك. تحياتي ليك، كل سنة وانت طيب اولا. وطبعا يعني ده خبر دايما الحقيقة الاسر والاهالي بتنتظره قبل الاعياد وكده، فاعتقد انتوا هتدخلوا السرور على 75 اسرة في مصر. الحقيقة احنا كمان السرور بيكون بالنسبة لنا، يعني بيدخل علينا احنا كمان السرور الشديد والفرحة الشديدة بفرحة الناس بإن كل هؤلاء يعني هيعيدوا في بيوتهم، وإنه في أسر كثيرة هتفرح مع حلول عيد الأضحى المبارك ومع ذكرى ثورة 30 من يونيو. صحيح. فبالتالي دي لحظات سعادة بالغة بالنسبة لنا. والحقيقة إن لحظات السعادة كانت بادئة مع تكليف لجنة العفو الرئاسي من جانب سيادة الرئيس بتولي ملف الغارمين والغارمات، لأنه من الملفات اللي لها بعد إنساني ومجتمعي بالغ الأهمية والأثر. فبالتالي كانت من الأمور اللي أسلكت صدورنا بشدة وعكفنا على العمل عليها، وسعداء بأنه إحنا بنشوف يعني أول قائمة بتخرج للغارمين والغارمات بعدد جيد، 75 بيعودوا إلى أسرهم وبتسوى كل امورهم الماليه مع الاطراف المستحقه. فبالتالي ده شيء اسعدنا للغايه. اكيد. انا عايز اسالك سؤال ايضا، يعني نائبنا طارق الخولي يقول لي يعني لما بتدرسوا هذه اللجنه بتدرس الحالات اكثرها من السيدات، انا بلاحظ انه العدد اكبر من الغارمات. دي بتبقى اول ملاحظه. الملاحظه الثانيه، على اي اساس بيبقى هذا العفو؟ العفو ده بيكون على أسس كتيرة متعلقة بالحالات الإنسانية اللي هم الأكثر احتياجا، اللي ممكن يكونوا. والحقيقة أنه المحزن في هذا الملف أو اللي على جانب إنساني عالي هو أنه معظم هذه الحالات محبوسة في مبالغ مالية ضئيلة جدا. فالواحد ما بيتصورش أنه يعني أنه ممكن إنسان يدفع يعني حريته ثمن لمبالغ ممكن تكون قليلة للغاية. وهو على الجانب الإنساني معظمهم بيكونوا بيتعرضوا لهذه المحنة فيما يتعلق بتجهيز بناتهم وأولادهم. صحيح. وإعدادهم للزواج. فالحقيقة هي مسألة زي ما قلت على جانب إنساني عالي للغاية. فبالتالي احنا دي دفعة أساسية بالتعاون مع المجتمع المدني اللي بيقوم بدور كبير في هذا الأمر، لأنه القضايا دي مرتبطه بحقوق ماليه للغير، وبالتالي هم بيساعدوا في هذا الامر. واحنا الامور بتتوالى مع دراسه الحالات الحاليه واللي هي اكثر احتياجا وعلى الجانب الانساني عالي، وبتتوالى ان شاء الله القوائم المقبله. ومن الامور اللي شغله بالنا برضو ومحتاجين نفتح فيها قنوات حوار مع المجتمع المدني هي كيفية دمج هؤلاء بعد الإفراج عنهم. صحيح. اقتصاديا ومجتمعيا. طب أنا عايز أقترح عليك حاجة سيادة النائب، بما أن احنا بنتكلم مع نائب في مجلس النواب وأيضا في حضرتك عضو في هذه اللجنة. أولا احنا محتاجين حاجتين، محتاجين أن احنا نخاطب المجتمع، معرفش يبقى في رصد لحالات. المجتمع محتاج يتخاطب من ناحية الاستهلاك، يعني ناحية أسرنا، وإحنا كمان كإعلام نشتغل معاكم فيها. يعني ليه فكرة أن الأسرة اللي بتروح تصرف كل ما تملك علشان تجيب شوية عفش لبنتها تتجوز، في مبال ان احنا يعني ممكن نعيش في حياة ابسط،
وحياة أحسن. ولازم نخاطب ده، الجمعيات الأهلية تشتغل برضو مع الناس اللي هي محتاجة تجهز ولادها، يعني محتاجين نشتغل كتير على ده، سواء في مجلس النواب إن احنا نخفف، يكون في مبادرات للجهاز الفتيات اللي هم غير قادرات، يعني محتاجين نشتغل على الموضوع ده علشان ما نوصلش للغارمات. يعني محتاجين كلنا صحيح. نشتغل إعلام، دراما، مجتمع مدني، جمعيات أهلية، مجلس نواب، بحيث ان احنا الموضوع ده ما نسمعش عنه تاني. ده صحيح، لانه القضية هنا متعلقة باللي تناوله سيادة الرئيس كثيرا، هي قضية الوعي. صحيح. وكيف نستطيع ان نلعب دورا جميعا كبرلمان وكإعلام وكل الأطراف المعنية بهذا الأمر، نلعب دورا في إعادة تشكيل الوعي في بعض الأمور وبعض المظاهر اللي ممكن يكون فيها حالة من الإسراف أو عدم الاحتياج. والحقيقة هنا يعني هذه المسألة هي بتستطيع أن تقضي جذريا على هذه المشكلة. صحيح. لأنه صحيح أن الناس بتخرج، لكن مع استمرار هذه الثقافة من الممكن أن تستمر عملية. أيوة، ما احنا مش عاوزينهم يخرجوا ويدخلوا مجموعة تانية، يعني احنا عايزين يخرجوا ونقفل الباب، يعني ما يبقاش فيه تاني يعني. فالقضية دي معالجتها فعلا بشكل جذري هي بتأتي بنشر ثقافة ووعي مختلف في التعامل مع هذه المسائل. أكيد. بما يضمن من عدم استمرار وجود حالات تتعرض للحبس بسبب عمليات تجهيز للزواج أو غيرها. أكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، والخبر اللي احنا قلناه بخروج وعفو رئاسي عن 75 حالة من الغارمين والغارمات مع العيد، وإن شاء الله يعيدوا مع أسرهم. والنقطة الثانية هي الدمج، إن هو زي ما دخلك تقدر ترجع للمجتمع وتشتغل تاني. لكن الأهم من ده واللي أنا بجد بتمناه، يعني نفسي مثلا إنه تبدأ الدراما المقبلة بإذن الله، وإحنا بنتكلم على الإبداع، تناقش فكرة إنه إحنا ممكن نعيش في بيوت بسيطة زي زمان، يعني على قد ما نقدر. إنما أنت أحيانا بتشوف مثلا وتسمع من عائلات بسيطة جدا تقولك إيه، أصلي لازم أجيب أوضة الأطفال. طب هم الأطفال جم الأول، يعني إحنا اتجوزنا والأطفال جم، طب نسهل على نفسنا. فتلاقي الأم جايبة مش عارفة كم كوفرتا ومش عارفة أطقم إيه، حاجات كتيرة جدا، ويبقوا مش لاقيين يحطوا الحاجة فيحطوا تحت السرير وتحت. فكل ما كانت الحاجة مكان على قد المكان، حاجات بسيطة، الناس تبدأ بحاجات بسيطة، هو فكر لازم نناقشه. الدراما تطرحه، السينما تطرحه، الإعلام يطرحه، البرامج زي ما عندنا إن شاء الله نبدأ نطرحه. فنبدأ نعمل خلق كده رأي عام في المجتمع بأننا أيوة ممكن نتجوز قوي ويبقى عندنا حاجات بسيطة، وكل شوية بقى الزوج والزوجة يزودوا حاجة يزودوا حاجة، مش لازم أدخل وكل حاجتي 10 من 10. أولا الأهالي بيتم إرهاقها بشكل كبير جدا، والعريس والعروسة البيت ساعات بيبقى صغير وبيبقى مليان زحمة وبتتحول بعد كده كراكيب. فكل ده محتاج الحقيقة مناقشة. لكن خلينا في الخبر السعيد، واتمنى انه العدد يقل والناس تخرج ونقدر نحل هذه المشكلة.